هنستخدمها اصلا. حددنا الكومبوننت، بس قبل ما ننزل نشتريها كان لازم نتست كل حاجه على السيميليشن عشان ما نهدرش كومبوننت على الفاضي وما نجيبش كومبوننت ما نكونش عايزينها. وقد كان عملنا سيميليشن وعملنا تيست وكانت كل حاجه تمام، بس واجهتنا بعض المشاكل في السيميليشن. ان احنا بعض اللايبريز ما كناش بنلاقيها على بروتوس، زي الكولر سنسور. انا يوسف جمال وده الار سي كارد بتاعتنا. عندنا انا كنت بحكم جزئيه الكولر سنسور هنا. الكولر سنسور بالنسبه لنا مهمته ان هو يعمل ديتكت للكولر، عشان عندنا 3 بوكسز، كل بوكس ليه لون معين. سو دي ده كنت مسؤول عن الاي ار سنسور. الار سي كارد هو بيديتكت اللاين، هو بيقرا اللونين، ما بيعمل بس ابيض زيرو واسود واحد. انا عندي جهاز الاي ار هو الكود اللي محتاج الاي ار، ومحتاجش حاجه غير الخط. انا محمد عبد المنعم، انا شغال في الار سي كور على الفيستيكا بوينت. الخط الالكتروني راكب على السيرف موتور، عشان لو في حاجه بتكتم، لو في حاجه قدامه يعرف المسافه وكده، يعني مسافه معينه مظبوطه، يبص مثلا يمين على الزاويه اليمين يعرف الحته دي فيها حاجه ولا لا، لو فيها يبص شمال، لو الشمال مفتوح هياخد اكشن ان العربيه تمشي على طول. لكن تاثر الطرق والسيرفو موتور يعرف بعرف اظبط السيرفو، يعني يبص يمين بدرجه معينه والشمال بدرجه معينه على كده.